ولمن نظر عليكم من دار الأوساط محمد يأتي الأبود توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يخطب عملي في العمل المقبولا وتوجهني بالتوجهات الخالصة والسنة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعاد الرحال فتغشاها منه الطيور بدر ضمرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجنة الكاملة مستودع أمانتك وعبيد سرك وحميد حياة دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب الأطهر المخصص بشرف الأطهار في كل من موطن القلوب والمظهر قاسم إن ذلك في عبادك وسقف كرسي إرشادك لأهل عدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود من تاب أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جمال النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا في جميع رعاياتك وحسن وقاياتك وأن تبلغنا يا الله من شرف القرب وإليك هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤذن ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المدرب منا من القرآن أن تقابل المدرب منا من القرآن أن تقابل المدرب منا من القرآن والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظهره وعم ببركته والشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآتم راية الدين القويم في جميع الأبطال منشوره ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنى وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمدربين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأفضال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن عرسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن عرسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن عرسين من جميع البلايا وفي عهد جرمتين من الذنوب والخطايا وأدنا من عمل بطاعتك وصدق في خدمتك الظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك
بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.